طيب كيكلة شوكلت مع حشوة الفول السوداني رح تحتاج لأصبع زبدة وكوب وثلث سكر شعبان وثلاثة بيض واثنين معلقة صغيرة من الفانيلا، ربع كوب زيت شعبان وكوبين ونص طحين و بعرفش شو كوب كاكاو للكسير كل تلتين كوب كاكاو وكمان رح تحتاج لربع معلقة صغيرة كربونات ورشة ملح وكوب وثلث من المي. أما الحشوة 100 جرام زبدة، 200 جرام جبنة كريمية وثلثين كوب زبدة الفول السوداني وكوب سكر ناعم من شعبان. رح تحتاجوا كمان لمعلقة صغيرة فانيلا وللتزيين 3/4 كوب حبيبات للشوكلت وثلاث معالق كبيرة زبدة ومعلقة كبيرة من القطر وخمس معالق كبار حليب سائل. حطينا هون الزبدة وحطينا هون السكر. بتقولي تمارا هلا كانت عمال بتقولي كتير فيها زبدة، هي مزبوط فيها زبدة. هلا رح نبدا بالزبدة مع السكر، رح نخلطهم شوي على الخفيف. على الخفيف ايوه ايوه ايوه. على فكرة في عندك اكستنشن لإلك هناك. بالله ما بقدر غير استعمل اللي عندك، بحب اضايق تمارا، انا اجي لعند تمارا. رح نخلطهم شوي. هلا الاشياء اللي عندي، الاشياء الناشفه اللي عندي راح احط عليهم الطحين، بدي احط عليه البيكنج باودر والبيكنج صودا وراح احط عليه كمان الكاكاو. طب ليش ما تحطيهم دايركت وهن بنخفقوا؟ راح احطهم هلا على هون. هون اول شيء لازم نبدا بالزبده وبعدين راح انزل عليها البيض. البيض على الخفيف والفانيلا، على الخفيف والفانيلا، بعدين راح انزل عليهم اللي هون. اوكي كيف الرتابه؟ متكتكه اسم الله عليك، معدله. بتعرفي انا اذا المطبخ مكركب ما بعرف اشتغل فيه صراحه. احطهم انا؟ خلص بتعرفي ايش ممكن يصير؟ ايش لا حطي انت، بدي اشوف كيف بدك تقيمي هذا الجبل لهون. طيب خلص هلا بورجيكي. هلا هيك المهم اني اتاكد انها دابت منيح وراح احط طبعا الزيت، وهلا رح تشوفوا تمارا شو رح تعمل. يلا ضيفي لنا اياهم يا تمارا. شوفوا يا جماعه احنا خلطنا كل الاشياء الناشفه مع بعض وحطيناها، وهلا بتحطوها. بعرفتش ليش طبعا كلهم حطيتيهم مع بعض هيك لحالهم، عشان مفروض نحركهم شوي ونضيفهم. هاي فيها كبسه بعدين على واحد على الخفيف عشان ما تطرطش وما تعمل اي شيء. اوكي هلا هيك صارت عندكم خلطه الكيك جاهزه. رح نحطها بالصينيه اللي رح تنحط فيها. هاي الصينيه انا بدهنها كلها زيت. دقيقه تدهنيها كل بحط لها هذا القالب انا. زيت رش رح احط فيها زيت رش. هيك او بتقدروا طبعا زيت عادي زيت شعبان تحطوا عليها، وبعدين رح احط عليها. بس قوامها ثقيل. لا قوامها ثقيل لانه لسه بدها مي كمان مفروض. هلا هي صارت عندي الكيك جاهزه. رح اخذها. دقيقه هلا بدك تحطيها دايركت في القالب. رح نحطها دايركت بالقالب ورح نحطها بالفرن على درجه حراره 180. هلا هي مش بقالب، بدكم تحطوها بقالبين او ثلاثه، لانها انا القالب اللي عندي قطره بس 20 سنتي صغير لاني انا بدي اعملها طبقات. تقريبا هيك تمام. اكثر من طبقه؟ اكثر من طبقه رح تكون اكيد. انت عشان الفول السوداني بتخيل، عشان الفول السوداني فبدكم تحطوها بقلبين او ثلاثه من اللي فيهم اللي قطرهم 20 سنتي، او بتقدروا تحطوهم باثنين لانه انا مثلا بالبيت بس عندي اثنين وبعدين قطعتها. فهي أوكي. هيك رح تطلع. بعدين شو بتحطيها بالثلاجة؟ بعدين بدنا نحطها بالفرن. بس نخلص من الفرن. دقيقة بس شوي عشان نقيم الكركيب. اوكي هي هيك. هلا بالنسبة للحشوة تبعتها رح نخلط الزبدة، الزبدة كثير ضروري تكون بحرارة الغرفة. رح نخلط الزبدة العادية مع زبدة الفول السوداني مع السكر الناعم اللي عندنا والجبنة الكريمية. هلا كثير ضروري يكونوا هدول الأربع أشياء بحرارة الغرفة، رح نخلطهم مزبوط عنا لحد ما يعطونا خلطة هيك شكلها شو؟ مثل هاي. فاتحة كمان لونها، بتصير فاتحة لأنه ما تنسوا أنه في عندكم السكر الناعم فبينخلطوا تقريبا لمدة 4-5 دقايق بيعطونا هذا المنظر. هلأ بس تطلع الكيك عندكم هي رح تطلع بهذا الشكل. يا سلام، اظهر ويبان. هي رح تطلع بهذا الشكل. أنا رجعت رتبتها بقالب تشيز كيك عشان تصير أسهل لكم أنكم تفتحوها. دقيقة بس. هلا شيف انت عملتيها هون بتبعت التشيز كيك. بتبعت التشيز كيك. لا لا انا عملتها دقيقة بس. هاي عم بسألونا اذا دسمة، يعني صراحة ما دقتها بس بتخيل من المكونات والزبدة تقيلة، فهلا بندوقها يعني الواحد بياخذ قطعة صغيرة. هلا انا بدي اورجيكم. بدي اورجيكم على هاي الصغيرة. دقيقة هاي إلي على فكرة كلها. هاي لإلك على حسابك والله يا تمارا. اسمع عم تنزل.
هيها. أوكي. بتحطوها هيك، بتقدروا تشربوها بنسكافيه إذا بتحبوا. دقيقة. بتقدروا بعدين تحطوا عليها الحشوة. هلا بقولوا لك بنفع نحط الشوكليت بدل الفول السوداني؟ بنفع طبعا أكيد. لا مش من هاي، هاي المخلوطة. رح نحط من هاي هيك طبقة. ما أحلاها كيف صغيرة. صغيرة وكتكوتة. هاي هاي. بس هي جد شكلها دسمة ولا لا؟ يعني شوي، هي أي إشي فيه زبدة الفول السوداني إلا ما يكون شوي فيه دسامة. بس مفيدة للصراحة. صح. ورح ترجعوا زي ما حكينا بتحطوا كمان طبقة فول سوداني، بعدين كمان طبقة كيك لتطلع عندكم بهذا الشكل. هلا احنا رح نحطها على هذا الجاط اللي عندك تمارا. اوكي. يعني انا صراحة دائما باخر الحلقة بحس حالي توترتي. بتوتر بدوق، بصير بدي ادوق. ترجع بالها تدوق. بعطيني اياها هاي. بعطيكي اياها طبعا. يعني على حسابك. قصدي ويشوف طبعا طبعا على حسابك. موالح ولا احلي ولا ايش اعمل؟ طيب. هلا هي عندنا هي الكيك. بدي اشوف شكلها كيف بده يكون. هي ما بتطلع كثير مرتبه لانه هدول من الكيكات اللي هلا طالعه موضتهم جديده اللي ما بكون في على دايرهم كريمه. خلص نكتفي بالكريمه اللي بقلبها. فهي هيها هيك بتكون. يا سلام. اوكي. اوه دقيقه. لا حلوه حلوه. لذيذه. كيوت. طيب اللي بده يعمل حميه شو يعمل؟ ولا شيء. شو بده يعمل؟ بده ينسى الموضوع ويتفرج بس. هلا هاي الطبقه اللي فوق انا قلت لكم عليها اللي هي الشوكولاته رح نحط عليها، ذوبتها انا بالمايكرويف، رح احط عليها شويه زبده كمان. شويه؟ شوي صغيره. خذي راحتك. ورح نحط عليها معلقه قطر. لا شوية طحين. ورح اصبها على وجههم. هي دقيقه. اوكي. هلا هي ايش الفكره انها تصير اكثر دسامه؟ انها تعطي حتى تصير اكثر دسامه وانطلاق على الكيكه. هي هيك. يا سلام. احنا ما استنينا صغيره. ما نسيتها، رح اعمل لك اياها هلا. هي لازم نذوبها اكثر. نرجع للكيكه. هلا هي الشوكولاته نحطت هيك. في شوكولاته انا جايبتها هناك. اوكي. هلا هي زي ما انت قلت يعني بدي اسميها الكيكه العشوائيه، انا حسيتها هيك. هي شوي عشوائيه. هي الشوكولاته تيجي هيك على الوجه. تبعتي. انا اليوم دقر معي شوي المايكروويف. اوكي. وبندق. ورح نحط عليها لا هو فول سوداني كمان. اوكي. بحب الميزه بين الفول السوداني والبندق كمان. يلا هيها هيك. وخليني اسكب ال دقيقه. خلص هيك خلصت. هيها هيك خلصت هاي.